الناس نرحل؟ داعش يضرب في إيران، هجومان متزامنان على البرلمان ومرقد الإمام الخامنئي. موريتانيا وجزر القمر تنضمان إلى نادي المقاطعين، والسعودية تغرم المتعاطفين مع قطر. روي حموش يطارد ويقتل على الطريق. قانون الانتخاب يظلل مجلس الوزراء ونادر الحريري، تصويت المغتربين وعتبة المرشح نقاط عالقة. أهلا بكم. نقل تنظيم داعش مسرح إرهابه اليوم إلى قلب طهران، ضاربا بهجومين متزامنين في مقر مجلس الشورى الإسلامي وضريح الإمام الخميني. الهجومان نفذا بواسطة مسلحين قاموا بإطلاق النار ثم بتفجير أنفسهم عند المقرين، ما أسفر عن سقوط ضحايا إضافة إلى مقتل 4 من المسلحين. وفي مستجدات الأزمة القطرية الخليجية، أعلنت كل من موريتانيا وجزر القمر مقاطعتهما دولة قطر. وفي المواقف، قال وزير الخارجية السعودي من برلين: نتطلع لاستجابة قطر لدعوتنا بوقف دعم المنظمات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. أما لبنانيا، وفي مستجدات دوامة قانون الانتخاب، أعلن السيد نادر الحريري تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا أن نقطتين عالقتان هما تصويت المغتربين وعتبة المرشح، فيما حلت عقدة الصوت التفضيلي. لكن وزير المردى يوسف فنيانوس لفت قبيل الجلسة إلى استمرار العقدة قائلا: نريد الصوت التفضيلي على الدائرة لا في القضاء. إذن البداية من الهجمات المسلحة والانتحارية التي استهدفت البرلمان الإيراني وضريح الخميني في طهران، وداعش يتبنى ويبث شريطا للعملية. من بين أكثر المقرات رمزية في إيران، اختار تنظيم داعش تنفيذ هجماته. هجمان متزامنان ضربا العاصمة طهران، الأول استهدف مبنى البرلمان الإيراني والثاني استهدف ضريح الإمام الخميني. يا ربي لك الحمد. تنظيم داعش الذي تبنى الهجومين بث شريطا مصورا عبر مواقع إلكترونية، وقال إنه من داخل مقر البرلمان أثناء الهجوم. أتظنون أن الناس نرحل؟ وسائل إعلام إيرانية أفادت عن وقوع 12 قتيلا وعددا من الجرحى في الهجوم الذي نفذه مسلحون على البرلمان. وقد أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني أن منفذي الهجوم على البرلمان تنكروا في ملابس نسائية ودخلوا المبنى من البوابة الرئيسية، موضحا أن أحد المهاجمين قتل بالرصاص في البرلمان وآخر فجر سترة ناسفة. كنا نقف هنا عندما سمعنا أن 5 أشخاص دخلوا البرلمان وبدأوا إطلاق النار. وليس بعيدا عن البرلمان قتل شخص وأصيب 5 آخرون بهجوم مسلح وتفجير انتحاري استهدف ضريح الإمام الخميني. وبحسب وسائل أعلام إيرانية، فإن 3 أشخاص مسلحين نفذوا الهجوم، وقد فجر أحدهم نفسه داخل الضريح، كما تمكنت الشرطة من تفكيك حزام ناسف قرب الضريح. وفي أول تعليق له بعد الهجوم، أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن الإرهابيين يحاولون إحداث بلبلة في إيران والتعرض لها كونها من الدول الناشطة والمؤثرة في مكافحة الإرهاب. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يدخل في الوساطة بين الخليج وقطر، والأردن وموريتانيا وجزر القمر ينضمان إلى الدول المقاطعة، والعراق يعلن سياسة النأي بالنفس.
ما تزال الأزمة الخليجية تتفاعل، وآخر تطوراتها زيارة قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية من أجل حل الأزمة، على أن تليها أخرى إلى الإمارات. ويأتي ذلك فيما أعلنت الإمارات إمكان فرض المزيد من الإجراءات العقابية على قطر، بما في ذلك قيود جديدة على المعاملات التجارية. وبعد الإمارات عمدت السعودية إلى إعلان تغريم أي متعاطف من مواطنيها مع قطر، وتصل العقوبات إلى السجن 5 سنوات. وانضمت موريتانيا إلى الدول المقاطعة لقطر، فيما خفض الأردن مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وأعلن إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة. أما العراق فأكد على لسان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أنه ليس طرفا في النزاع مع قطر. احنا مو طرف هذه الخلافات، عرفون بالسابق كانت الدول تختلف فيما بينها بس تتفق ضدنا. الحمد لله لأول مرة هي تتفق مع العراق، هذا جيد. الدول رغم أنها تختلف بس كلها يعني تود العراق ولها مصالح مع العراق، وهذا تغيير استراتيجي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب بدوره في اتصال هاتفي مع أمير قطر عن تضامن بلاده مع الدوحة، كما أجرى اتصالات هاتفية مع كل من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعرض على الزعماء الخليجيين استعداده للمساهمة في إيجاد حل سلمي للتوتر الحاصل بين دول المنطقة. وفي خلال مأدبة إفطار أمام سفراء في أنقرة أمل برفع العقوبات سريعا عن قطر. العقوبات التي فرضت على قطر ليست صائبة ولن تحل أي مشكلة. تقديم قطر على أنها دولة داعمة للإرهاب اتهام خطر، وأنا أعرف قادة قطر جيدا، ولو كانت الحال كذلك لكنت أول رئيس يتصدى لهم. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس اتصالا هاتفيا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، شدد في خلاله على وحدة الخليج ومجلس التعاون الخليجي لمحاربة الإرهاب. بدورها أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيثر ناورت أن واشنطن ستواصل التعاون مع الدوحة، ولفتت إلى أن قطر أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، ولكن لا يزال يتعين عليها عمل المزيد. ودعت سلطنة عمان والجزائر والسودان وتونس والسلطة الفلسطينية إلى حل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار. كذلك طالبت كل من بريطانيا وفرنسا وإيران بتغليب لغة الحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي ذلك فيما تتعاظم المخاوف في الداخل القطري، ما دفع الناس إلى المسارعة لتخزين المواد الأساسية. وأصدرت الحكومة القطرية بيانا قالت فيه أن طرق الشحن البحري والجوي ستظل مفتوحة أمام الواردات، لافتة إلى أنها ستأخذ كل الإجراءات الضرورية لإحباط أي محاولات للتأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين وإلحاق الضرر بهما. قتل الشاب روي جوزيف حموش جراء إطلاق النار عليه داخل سيارته قبيل منتصف ليل أمس في منطقة الكارنتينا. وللوقوف على تفاصيل الجريمة تنضم إلينا من منطقة المنصورية الزميلة جوال الحاج موسى، حيث تتقبل عائلة الضحية التعازي. جوال، ضعينا في تفاصيل هذه الحادثة، أسبابها وخلفياتها. نعم شادي، يعني بحسب ما روى لنا أقارب وأهالي روي أنه عند يعني ليلة أمس عند حوالي الساعة 12:30، يعني بين 12:30 والواحدة صباحا، فقدت والدة روي الاتصال به، إذا كان قد خرج مع صديقه المقرب لتناول العشاء في منطقة جوني. وفي طريق العودة بحسب رواية أحد يعني الموجودين هنا أن يعني عند كما ذكرت عند منتصف الليل حوالي الساعة 1:00 أو 12:30 ارتطم أو اصطدمت سيارة روي وصديقه جوني نصار بسيارة من نوع BMW زجاجها داكن أو فيمي في عند أوتوستراد جل الديب. ركن جوني السيارة، جوني كان سائق وروي إلى جانبه، ركن جوني السيارة عند أوتوستراد جل الديب ليرى ما حدث لسيارته او يعني ليقف عند سلامه الذين اصطدمت به سيارتهم، ولكن ما كان من السياره الاخرى التي هي BMW وفيها 3 شبان الا ان نزلوا وشهروا سلاحهم في وجه روي وجوني، فما كان من الاثنين الا ان لاذوا بالفرار طبعا خوفا من السلاح الذي كان في يد او في ايدي الشبان الثلاثه. عمليه المطارده كانت من جل الديب الى الكارنتينا
الطريق البحرية. يعني البي أم لحقت بسيارة جوني وروي إلى الكارنتينا، وعند وصولهم إلى مكان لم يقدروا الهرب، يعني لم يقدروا الفرار من البي أم دبليو. إذا بدك باللبناني زركون يعني بمحل معين ما قدروا بقى يهربوا منهم، فترجل الشبان الثلاثة من سيارتهم البي أم وشهروا سلاحهم في وجه جوني كي يخرج من السيارة. و أحدى الروايات تقول أنهم حاولوا إطلاق النار على صدر جوني، ولكن لحسن حظه أن الرصاصة لم تخرج، إذ أنهم يعني أفرغوا السلاح في طريق توجههم إلى الكارنتينا، فالرصاصة لم تخرج من السلاح في وجه جوني. فالشخص الذي كان يحاول إطلاق النار قال له انطرني هون وراجع، فذهب إلى سيارته ويعني يمكن جاب ذخيرة أو شيء من هذا القبيل، يعني لا يحشل السلاح تبعه كي يطلق النار باتجاه روي وجوني. فالاثنان حاول الفرار. الروايات احدى الروايات تقول ان جوني استطاع الهرب، ولكن روي كان يحاول ان يهدئ الاوضاع وعم بيقول له انه طول بالك ما بدها هالقد القصه، ولكن للاسف يعني السلاح المتفلت في يد من وصفهم اهالي واقارب روي بالزعران لا يفهم بلغه الكلام، فما كان منه الا ان اطلق النار على جوني. رصاصة واحدة دخلت بحسب تقرير الطبيب الشرعي دخلت من كتفه واستقرت وراء أذنه، ما أدى إلى وفاته على الفور، فنقلت الجثة إلى مستشفى الروم. إلى جانب مختار بلدة المنصورية أستاذ غصن حموش، في احد يعني سمعنا خبريه بدي اتاكد منها من حضرتك انه روي كان متصل باحد السياسيين قبل ويمكن قايل له في حدا عم يزعجه او في اي اشكال، بس انا بحسب ما سمعت هون انه روي شخص كثير رايق كثير، فما مدى دقه هيدي المعلومه يلي انا مش مأكده منها؟ ابدا ما عنده اي اتصال، عم يكفي هو الهندسه تبعيته من مطرح بيعمل ستاج بيعمل فحوصاته بالجامعه وبيجي على بيت عائله متعبده لربنا، ما مش اذي انسان ولا بيطلع صوته، واللي بيعرفوه كلهم بيعرفوا انه هن هاي العيلة. اما نحن عيلة مسالمة، نحن تحت سقف القانون، نحن ما منريد الاذية. اذا هاي بيقول بسينة على الطريق نحن ما منجرب نضربها. جوني ادلى بافادته بفصيلة النهر هيك بيقولوا. انا من الاشخاص اي تفاصيل، هل هو فعلا كان خارج السيارة روي او هن بقلب السيارة او وصوه او ما عندي التفاصيل الدقيقة، مع انه انا نزلت على مستشفى القديس جورجوس مستشفى الروم، ما كانوا اخدينه منشان يستجوبوا ليشوفوا شو الحادث، لانه ما في غيره هو الوحيد الشاهد اللي بيقدر يخبر، وكل الكلام اللي عم بيطلع متصور ما مش مزبوط. بس نحن عندنا ثقة كبيرة بالقضاء وبالاجهزة الامنية وبفخامة الرئيس، لانه هو بيعرف انه نحن سلاح العسكر، وانا كنت عسكري بوقت من الاوقات، عهيك نحن ما بدنا شيء غير مش انه بدنا حقنا، مش رح يرجع روي، بس لازم يتعلم الغير وبردون على هالكلمة هالزعران لينردعوا ليرتاح العالم اللي شايفته بأي حالة اللي هن فيها. شكرا لك. طول عمركم. إذا شادي، يذكر أن روي ابن 23 سنة احتفل بعيد ميلاده قبل عدة أيام، وبحسب بعض المعلومات ذكر أحدهم أنه كان يتناول العشاء مع صديقه في نادي الضباط في جوني. نعم. وفي طريق العودة حصل ما حصل. نعم. ولكن يعني روي ضحية جديدة للسلاح متفلت بحدود كل يوم في جريمة قتل. نعم. يعني وللأسف هنا اسمح لي أن أطلق. نعم. وللأسف. نداء. شكرا. للقوى الأمنية، لكل المعنيين بسلامة المواطنين، يعني حان الوقت لكي يضبط هذا السلاح المتفلت، وأن يتعلم الشعب أنه يعني السلاح لا يعني بضر ما بينفع دائما. نعم. شكرا لك جوال. ونتابع في سياق النشرة، مجلس الوزراء يناقش ملف الانترنت وقضايا أخرى مستبعدا من جدول أعماله قانون الانتخاب، لكن عقد القانون كانت محور المواقف في السرايا الحكومي. ومن هناك تنضم إلينا مباشرة الزميلة ليال سعد لإطلاعنا على تفاصيل الجلسة. ليال، أهلا بك. ما هي أجواء الجلسة حتى الآن وما هي البنود التي تمت مناقشتها؟
شادي، أبدأ من موقف لمدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الذي قال في دردشة مع الصحفيين نقطتان عالقتان في قانون الانتخاب، وهو موضوع تصويت المغتربين وعتبة المرشح، أما موضوع الصوت التفضيلي فقد تم حله ويجب إنجاز قانون الانتخاب قبل 20 حزيران. وأضاف كل الأطراف تعتبر أن عدم الاتفاق سيء جدا والكل يتصرف بمسؤولية للوصول إلى اتفاق. هناك الكثير من التفاصيل والعقبات التي تمت تذليلها ولا عودة إلى الوراء بعد الآن. أما بالعودة إلى الجلسة، جلسة مجلس الوزراء 29 بندا أدرجوا في جدول أعمالها، ولعل أبرز البنود خصوصا أن قانون الانتخاب كان قد غاب عن هذه الجلسة لعدم الاتفاق بعد على التفاصيل التي سبق وذكرها رئيس مكتب الرئيس الحريري، مدير مكتب عفوا رئيس الحريري نادر الحريري. فلعل أبرز هذه البنود هو بند الإنترنت، فقال الوزير جمال الجراح أن مجلس شورى الدولة وافق على تخفيض أسعار الإنترنت بين نسبة 20% إلى 50% وتحسين سرعة الإنترنت، وسيتم البحث في خلال هذه الجلسة، ومن المتوقع أن ننتهي من هذا الملف. أما أيضا كان هناك موضوع الأملاك البحرية، وأيضا الملف المتعلق بإبطال مرسوم تعيين مدير عام التعاونيات غلوريا أبو زيد، والتي لوحت بعض المصادر بتهديد الوزير غازي زعيتر بتقديم استقالته ما لم يتم الإطاحة بها، وإشارة إلى أن هذا البند أدرج بطلب من الوزير غازي زعيتر. أيضا بعض المواقف قبيل الجلسة المتعلقة بقانون الانتخاب شادي، ربما كان الأكثر تفاؤلا الوزير مرحم رياشي الذي قال أن قانون الانتخاب أصبح في مراحله الأخيرة والأجواء إيجابية، وهناك بعض التفاصيل يتم العمل على إزالة الشياطين منها. أما الوزير علي قنصو فقال طبخة القانون لم تستوي بعد، وإذا ما استوت سوف يستوي البلد، ونأمل أن تفرش في الأيام القليلة المقبلة. الوزير إرسلين قال اشتدي يا أزمة حتى تنفجري، أصبحنا أقرب إلى الحل. وأيضا الوزير فنيانوس قال قبيل دخوله الجلسة إذا الأمر يعود لنا نطرح قانون الانتخاب، لأن نحن نريد الصوت التفضيلي على أساس الدائرة ولا القضاء، وعلما أن مدير مكتب الرئيس الحريري قال أنه تم حل هذا الموضوع، نفى الوزير فنيانوس أن يكون قد تم توافق عليه. أما الوزير فرعون فقال من غير الطبيعي أن نكمل في الجلسات من دون إنجاز قانون انتخاب. على أي حال شادي، الجلسة لا تزال مستمرة، وكان الوزير محمد كبارة خرج عند نحو الساعة 2 وقال أن المجلس لا يزال في البند 3 من مناقشة جدول الأعمال. ربما كان من المتوقع أن تكون الجلسة سريعة اليوم، ولكن يبدو أن الأمور توجهت إلى نقاشات داخل الجلسة، وربما سيكون هناك بعض الوقت للانتهاء. على أي حال نكون معكم برسالة مباشرة عند انتهاء الجلسة. شادي، نعم، شكرا لك ليال. ومن السرايا الحكومية إلى عين التين، حيث جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات، وشدد على أنه يجب التوافق على هذا القانون على أن يقر ببدة وحيدة في مجلس النواب. ومن عين التين معنا مباشرة باسل العريضي لمزيد من التفاصيل. باسل، بالإضافة إلى ما سبق وذكرته، هل من مواقف أخرى ذات أهمية متعلقة بهذا القانون صدرت اليوم من عين التين؟ بالفعل شادي، يعني ايضا الرئيس نبيه بري اليوم خلال لقاء الاربعاء النيابي شدد على الخطر الذي يحيط بالمنطقه، واشار على ان ما يحدث الان هو امور غير مسبوقه، وبالتالي هذه التطورات تستدعي من جميع اللبنانيين التعاطي بمسؤوليه تجاه استحقاقاتهم الداخليه وفي مقدمها قانون الانتخاب. ايضا عرض الرئيس نبيه بري بالوثائق على النواب اليوم ما كان تم تداوله خاصة من ناحيته بموضوع مجلس الشيوخ خلال طاولات الحوار، كل الطاولات الحوارات السابقة سواء كان في بعبدة أم في عين التينة. إلا أن شادي، يعني رغم كل هذه الأجواء اليوم، نشير إلى أن بعض المصادر النيابية أكدت اليوم على أن الأمور لا زالت عالقة بموضوع القانون الانتخابي، ولا شيء حسم حتى الساعة. وعلى ما يبدو أن كما يقال أنه عدنا إلى المربع الأول، خصوصا بعد المداولات التي استمرت حتى صباح اليوم وفجر اليوم.
في بيت الوسط، اللقاء الذي ضم الرئيس سعد الحريري ومستشاره نادر الحريري والخليلين، إضافة إلى الوزير جبران باسيل. كل هذه المعطيات تقول على أن بحسب النواب على أن العودة إلى التأهيل أو صوت التأهيل أو التفضيل على الأساس الطائفي، البعض يطرح 40% كما ذكر بالأمس النائب إبراهيم كنعان عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، وما تم تداوله أيضا خلال الجلسات المسائية والصباحية في البيت الوسط وغيره من الاجتماعات، عاد الأمور إلى المربع الأول. وبالتالي كان الرئيس نبيه بري أيضا شدد بشكل واضح جدا على رفضه أي قانون أو أي صوت يعيد تقسيم البلد طائفيا أو أي طرح طائفي بما يتعلق بقانون الانتخابات. أيضا برز هناك إشكالية ثانية هي ما يتعلق بموضوع نقل المقاعد، كان أساس هذا الموضوع كان قد سحب من التداول، إلا أنه على ما يبدو أن بعض الأطراف عادت ولتطرح هذا الموضوع مجددا في الاجتماعات الثنائية. على أي حال شادي، يعني هذه هي الأجواء بشكل سريع وعام، ما حدا ما أجواء عينتين على الأقل اليوم وبعض النواب. أعتقد سنستمع إلى أبرز ما جاء من تصريحات لبعض النواب عقب انتهاء هذا اللقاء. ولكن إلى الآن كل المشاريع القوانين المطروحة ما في أي مشروع قانوني يعني قابل للتنفيذ، ولذلك يعني التفكير بأنه نرجع للفكرة الأساسية، اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي. مشاهدينا، نعود مجددا إلى السرايا الحكومية وذلك للاستماع إلى الوزير ملحم أرياشي الذي يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء بعد انتهائها. التفاصيل اللي هي قيد البحث واجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن. بعدين ناقش مجلس وزراء جدول الأعمال، وبشرة كبيرة للبنانيين كمان بتركها بإيد معالي وزير الاتصالات رح يخبركم عنها. شكرا. يعطيكم العافية. اليوم قرر مجلس الوزراء تخفيض أسعار الإنترنت بشكل كتير كبير. رح حاول لكم بعض الأسعار نعرف شو الفرق بين القديم وبين الأسعار الجديدة. هلأ صار 4 ميجا بايت unlimited ب 90,000 ليرة. كانت الوزارة طالبة يكون 110,000 ليرة للأربعة ميجا بايت unlimited، بس بناء لطلب دولة الرئيس سعد الحريري بتخفيضها أكثر وصلنا بموافقة مجلس الوزراء ل 90,000 ليرة بالشهر. هذا دي اس ال، هذا دي اس ال بأسعار. طبعا هذا الشيء عم بيتيح للمواطنين استخدام الإنترنت دي اس ال بالبيوت بطريقه سريعه وبسعر جدا مخفض، بيوصل 90,000 ليرة مقارنه مع الاسعار السابقه، في خصومات اكثر من 50 و60% على الاسعار الموجوده. باسعار الاي 1، اسعار الاي 1 نت اللي هي كانت محتكره ومخبئه بادراج الوزاره بالسابق، اليوم متاحه لكل المواطنين، متاحة لكل اليوزرز، متاحة لكل الاي اس بيز للدي اس بيز، وباسعار بتبدا من بين ال 100 ميجا بايت لل 2000 ميجا بايت ب 165,000 ليرة، اذا 2100 لل 5000 155,000، وبتنزل 10,000 10,000 لتوصل لل 61,000 او اكثر ب 100,000 ليرة بالشهر بس. هذا التخفيض اللي هو عمليا من 240 دولار للإي 1 عم بيوصل لل 100,000 ليرة عمليا، في تخفيض 300% على اسعار الإي 1 نات اللي هي متوفره بالوزاره. عندنا كميات كبيره كانت مخبئه بالوزاره ما بتنباع لحدا تحت شعار انه منا موجوده لتسهيل عمل الانترنت غير الشرعي. الان هذه الإي 1 نات متاحه لكل من يريد ان يستعملها، كل من يريد ان يشتريها بالاسعار اللي اقرها مجلس الوزراء، اللي هي بتبدأ ب 100 دولار وبتنزل لل 100,000 ليرة، يعني أقل من 70 دولار. طبعا هذا العمل بيستدعي جهد كتير كبير من هيئة أجيرو لصيانة الشبكة الموجودة. طبعا ورش عمل أجيرو
موجودة بالشارع عم يشتغلوا ليل نهار. أنا بوجه لهم تحية عبر هذا المنبر على الجهود اللي عم بيعملوها لإصلاح الشبكة، اللي بحب ورجيكم بعض الصور عن الشبكة الموجودة بالعهد السابق. هذه شبكاتنا اللي كانت موجودة، هذه الشبكات اللي صرف عليها عشرات ملايين دولارات بالسابق، واللي صيانتها وشغلها بالطريقة العشوائية اللي كانت موجودة. هذه في كتير صور للشبكة الحالية على مدى سنوات صرف عليها عشرات ملايين دولارات، وهذا وضع الآن. أجيرو عليها تحدي كبير وتحدي حقيقي أنه تصلح هذا الشبكة بوقت قياسي وتزود المواطنين بسرعات عالية وبأسعار منخفضة. برجع بكرر شكري لكل العاملين بأجيرو اللي عم يسهروا ليل نهار بالشوارع على العتمة بإمكانيات كتير ضعيفة حتى يصلحوا ما تم إفساده بالمرحلة الماضية. أيضا مجلس الوزراء بهذا الموضوع أخذ قرار بإصدار مرسوم، رح بيطلع مجلس الوزراء بأقرب وقت، إصدار مرسوم إطار لكل شركات الدي أس أل اللي بتحب تجي ترخص وتاخد ترخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو للشركات أو للمؤسسات على طريقة القرار اللي اتخذته بالسابق. التعديل الإضافي اللي صار الحقيقة اللي هو أي سلات خدمات أجيرو بدها تعملها بالمستقبل، لأنه هلأ نحن أسبوع الجاي بنعلن عن مناقصة سنترالات جديدة بكل لبنان. وصلنا على سنترالات الاي ام اس اللي هي أحدث سنترالات بالعالم، وبالتالي بصير فينا على الخط الأرضي نقدم خدمات إضافية. أي خدمة إضافية منا ملحوظة بالمرسوم أيضا منا نرجع فيها لمجلس الوزراء. اللي حابب أقوله أنه مرحلة وانتهت بكل تفاصيلها، بكل مشاكلها، بكل عيوبها، بكل الشغل اللي كان سائد. نحن أمام مرحلة جديدة، أمام أنه المواطن له حق ياخد انترنت بسعر رخيص وبسرعات عالية. في جهد عم بينبذل من أجيرو ومن الوزارة ومن المهندسين بالوزارة، بدو نشوف نتيجته بأسرع وقت ممكن. خلياوي تعرفي بيعتمد بشكل أساسي كان على مسألتين. شبكة الفايبر أوبتكس اللي أنا قلت أنه 3.5 سنين موقفة بدون أي سبب، بس لإعاقة العمل بقطاع الاتصالات، الآن عم تشتغل موصولة على شركات الخلياوي. أسعار الإيوانات نزلت، وبالتالي هذا التنزيل بأسعار الإيوانات راح ينعكس إيجابا على أسعار الإنترنت على الخلياوي. ما أكيد نحن منراقبهم ونحن منحدد الأسعار. فهلأ أنت عم تطلعي 4G على الخليوي نتيجة أنه ربطناهم على شبكة الفايبر أوبتكس وصلحنا الـ DWDM والمعدات الثانية. مشان هيك أنت عم تشوفي هلأ 4G على تليفونك، وبعد انخفاض أسعار الإيوان حتشوفي أسعار أقل على الـ 100%. لا بس لكن خليني يكون صريح معكم، في شبكة النحاس اللي موجودة للدولة من 10 سنين مهملة ولم يجري عليها أي تطوير أو أي إصلاح، ورجيتكم صور. هذه الشبكة بوضع الحالي غير قادرة على أعطائك السرعة اللي أنت بدك إياها كمواطن، لكن بنفس الوقت أجيرو نزلت على الأرض بكل إمكانياتها بكل طاقتها وعم تصلح الشبكة بوقت قصير. راح ننتهي من تصليح الشبكة وراح نفوت على شبكة الفايبر أوبتكس بكل لبنان إن شاء الله. أنا قلت بالمؤتمر الصحفي السابق، قلت في شبكة فايبر أوبتكس مكلفة الدولة 62 مليون دولار كانت معطلة بقرار سياسي، بقرار مجموعة من الفاسدين بالوزارة خدمة للإنترنت غير الشرعي. وطلبت من مدعي العام المالي الأستاذ علي إبراهيم يحط إيده على هذا الملف ويستمع للشركات اللي نفذت هاي الشبكة والشركات اللي إذن. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. موظفو صعود أوجيه إلى بيت الوسط.
أهلا بكم من جديد. أحبطت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية عملية تهريب كمية ضخمة من حشيشات الكيف تقدر بأكثر من 3100 كيلوغرام موضبة بطريقة فنية ومحترفة ضمن لفات من النيلون داخل مستوعب معد للشحن من مرفأ بيروت إلى ليبيا. وجرى حجز الكمية المضبوطة وتوقيف بعض المتورطين على أثر مداهمات تمت بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي، والتحقيق معهم مازال جار تحت إشراف القضاء المختص لمعرفة باقي المتورطين والقبض عليهم. رئيس الحكومة سعد الحريري أكد خلال حفل الإفطار الذي أقامه تيار المستقبل في ليبيال غروب أمس أن قانون الانتخاب سيبصر النور قريبا، لافتا إلى أن وجه بيروت التاريخي والحضري سيكون بمأمن من أي اعتداء أو مخالفة للقوانين بغض النظر عن المزايدات التي نسمعها. وشدد على أن النفايات لن تعود إلى شوارع بيروت وأن شاطئ الرملة البيضاء باق لأهل بيروت وكذلك حرش بيروت. عم نقترب كثير على إنهاء قانون الانتخاب اللي حيولد إن شاء الله خلال هالكم يوم، نطمن اللبنانيين. وبما إنه الموضة بهالأيام هي موضة ألف الكذبة وصدقها، خلوني جاوب على كم كذبة مكبوبة بسوق المزايدات. حرش بيروت باقي، وباقي لأهل بيروت شط رملة البيضة، باقي لبيروت وأهل بيروت. مش بس باقي مسبح شعبي مجاني، وكمان البلدية بدها توسعه وتطور وكلفت استشارة لبدء العمل على هالمشروع. خلوني كمان اخلص من كذبة تتعلق بمحافظ جبل لبنان. أكيد سمعتوا كثير عن هذا الموضوع، اسمعوني منيح. محافظ جبل لبنان حيكون من بيروت، ومن بيروت ونص كمان، وكل المواقع بإدارة الدولة بأجهزتها بالبلدية بالإطفائية، كل مواقع بيروت حتبقى لبيروت. عائلات موظفي سعود أوجي يعلنون تصعيد تحركاتهم في وجه الشركة. بعدما أصبح وضعهم كارثياً، عقد موظفو سعودي أوجي وعائلاتهم مؤتمراً صحفياً في الاتحاد الوطني للنقابات بحضور رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، الذي أشار إلى مبادرة الاتحاد بإجراء اتصالات مع اللجنة الوطنية السعودية لإعطاء الحقوق لأصحابها. وذكر الموظفون بقضيتهم التي بدأت منذ أكثر من عامين، حيث أن شركة سعودي أوجي توقفت عن دفع الرواتب من 30/10/2015 حتى الآن، كما أن الشركة تخلفت عن التزاماتها تجاه مكتب العمل السعودي وتوقفت عن تجديد الإقامات للموظفين المتواجدين في المملكة مع عائلاتهم، فعوقب العمال والموظفين بدلا من الشركة، ونتج عن عدم تجديد الإقامات تجميد الحسابات في البنوك، وأصبح الموظفون مخالفون لنظام الإقامة. كما دعا المجتمعون إلى اعتصام أمام بيت الوسط غروب يوم الجمعة في 9 من الجاري ملوحين بالتصعيد ما لم تتحقق المطالب. بعد الإعلان، حماس تستنكر تصريحات الجبير. في برلين، بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الألماني في قضايا المنطقة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه شرح لوزير خارجية ألمانيا أسباب الموقف من قطر. وشرحت لمعالي أسباب اتخاذ المملكة وعدد من الدول الانزراعات التي اتخذتها، وأملنا في أن تستجيب دولة قطر الشقيقة لدعوتنا بأن تنهي دعمها للمنظمات المتطرفة وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وأن تصبح جارا وشريكا كما تعودنا عليه.
عبرت حركة حماس عن أسفها واستهجانها لما صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات قالت إنها تحرض على حماس، ورأت الحركة أن تصريحات الجبير بمثابة صدمة للشعب الفلسطيني، وهي غريبة عن مواقف المملكة التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال، ودعت حماس في بيانها الأشقاء في السعودية إلى العمل لوقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ومواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة. أتظنون أننا سنرحل؟ داعش يضرب في إيران، هجومان متزامنان على البرلمان ومرقد الإمام خميني. موريتانيا وجزر القمر تنضمان إلى نادي المقاطعين، والسعودية تغرم المتعاطفين مع قطر. روي حموش يطارد ويقتل على الطريق. قانون الانتخاب يظلل مجلس الوزراء، ونادر الحريري تصويت المغتربين وعتبة المرشح نقاط عالقة. نشرتنا انتهت، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.